يا بحر لا تكتب وجع الرمال، ما في حكي بخبرة الرمال. مرت سنين صيف وشتي وبعده هالنهر جاري، لا غاب ليلي والسهر وبعده القمر جاري. يا دهر يا من وين فراح ونسينا شو ناوي، نفرش حصير وأمل ورغم الجرح من دار. وحيا ولا فراقي أحب يوم. إيه يا بحر، يسعد أوقاتكم حبايب قلبي ونور عيوني. أنا أمل، مرت بحر أبو النور، يعني أنا أم النور. الله ينور أيامكم بالخير والصحة والسعادة. رح أحكي لكم حكاية اليوم. أنا مسافر. أنا مسافر يا أمي، ودعيني جليلي وبحناني الله. كيفكن يا أولاد أمي وأم أمي؟ لا تخاف، هي دموع الفرح. كلنا بنعرف إنه للفرح دموع، أو يمكن هاي دموع من نوع تاني. إحساس اليوم إحساس غريب، فيه شيء من الحسرة بعد ما فيه شيء من الفرح. راح الوليد، راح الوليد. هاي أول كلمة قالت لي إياها أم الوليد لما شفتها غرقانة بدموع. كنت نايمة وكانت شمس اليوم لسه عم تصحف. وعيت على صوت بعرفه، صوت أم الوليد، صوت أم الوليد عم تقول زلغته للعريس. والكل كان عم يزلغط مثل ما بدأ من الوليد. حتى أنا زلغطت.
ركضت لبيت أم الوليد، كانت قدام باب البيت. دموعة لون راسم بلون الشمس، لوحة شموع وكبرياء، وعيونه عيونه على الصندوق، ثوب الوطن ملفوف، ثوب أمي وأمكم وستة لأم الوليد وأمك. فوق التوب صورة وليد هو وعم يضحك ورافع بإيده راية مصر، راية شرف، راية كرامة منفتخر فيها. وتحت صورة الوليد مكتوب كلمة فخر، مكتوب كلمة شهيد، وزلغته للشهيد، وزلغته للشهيد. أم الوليد قالت راح الوليد، وقالت كمان الوليد ما مات. مو بس أم الوليد قالت، الرب كمان قال الشهيد ما بيموت. وأنا مصدقتها لأني سمعانة صوته للوليد مع موج البحر. الشهيد ما بيموت. نيالك يا أمي، نيالك يا سوريا، أولادك ما بيموتوا، وإذا ماتوا بيوم بيموتوا فداك. أنا ما عدت خايفة عليكي ولا خايفة على حالي، لأني بعرف إن أولادك بيسقوكي بالدم، وهن مبتسمين، هن فرحانين مبسوطين لأنهم مآمنين بنصرك. وهذا الإيمان هو يلي بيخلي ولادك مثل الشجر يلي ما بيموت، بيموت وهو واقف. والشهداء ما بيموتوا، ما بيموتوا. Thank you.